شوفوا شنو نزل البست سيلر عند إبراهيم القرشي، المسك اللي مع رمان. طبعا ريحته تهبل ووايد ريحته حلوة، ما أدري شنو أوصف لكم الريحة، بس ما أقدر أقول أنه هو أحلى واحد، لأن بالنسبة لي كل واحد ريحته غير عن الثانية. هذا المسك الخاص، المسك العادي، وهذا الخوخ، وهذا الكاندي، وهذا البوميجرانيت. كل واحد ريحته غير، كل واحد أحلى من الثاني. ما أقدر أقول هذا أحلى شيء، بس هذا هو دائما البست سيلر، يعني حتى بمحلات إبراهيم القرشي يكون سولد أوت خالص. بس حق اللي تبي تختار، أنا راح أقول لكم كل واحد ريحته شنو. طبعا المسك الخاص ريحة مسك عادية، تعرفون الريحة. البيت والكاندي فريش، سويت وفريش، يعني أحس شي بس تاخذون شاور تحطون منه وايد حلو وفريش. مسك إبراهيم القرشي الخاص اللي هو مع البوميجرانيت الرمان، فخم، ريحة فخامة. مسك إبراهيم القرشي مع الرمان خيال، ينن، شي بارد خنين صيفي صراحة، مسكت وايد. حبيت الكومبينيشن بين المسك والرمان، أول مرة أكتشف أنهما كذي حلوين مع بعض، من رشوش خمرية اللي في مسك رمان صراحة مسكت. الحين حتى هذه الكلونيا اللي هي مسك إبراهيم القرشي الخاص، المسك والرمان مسكت وايد حلو للصيف، كذي ريحة خنينة باردة. الأشياء اللي نازلة عندنا أيضا في بوتيكات، هذا المسك من القرشي، مسك إبراهيم القرشي الخاص، حلو. فبطلع الحين وياكم وبنشمه سوا. علي ما أشوفك تقرب يم المشك بتاعي. أوكي، هذا مسك الرمان، أنا سمعت أرومة تسولف عنه بس ما كملت السنابات، ما مداني. المهم مسك الرمان تقول إن هي يوم شمتها بالمحل الريحة ما كانت قوية، بس بعدين شمتها لا الريحة كانت حلوة. خلينا نشوف هل أنا أيدها بالموضوع ولا لا. شلون أنا رشل وشل؟ حلوة والله، يعني فاكهة، اللي يحبون روايح الفاكهة حلوة الريحة. هذا راح يعجب وايد بنات، ليش؟ لأنه وايد 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 ناس أماكيجهم يحبون ريحة الفواكه، سواء كانوا زباين عاديين أو عرايس، دايما أشم فيهم يعني ريحة شيء فيه فاكهة. بنات مسك الرمان، مسك إبراهيم القرشي اللي بالرمان مو طبيعي، هو ويا هذا المسك الثاني ريحتهم رمان تينن باردة، شيء مو طبيعي، شيء ما هقيت أصلا هالريحة، ما هقيت. خصوصا العرايس، العروسة الحلوة لازم يكون عندها هذا، ريحة النظافة الحلوة. أبي ريحة جديدة، أنا أول مرة أشم شيء فيه رمان، أول مرة. مسك بتجربته من إبراهيم القرشي، ريحته فواحة على رمان، الريحة عجيبة عجيبة عجيبة. واي أنا موت على المسك وحب على روايح، يعني أي شيء في مسك أحبه، سواء مسك العادي ولا مسك فليفرز في مثلا ورد أو الأزرق، كلهم أحبهم لأنه يعطونكم شعور نظافة ويعطونكم يعني ما أدري. فهذا على رمان غريب، ونطره لما يبرد شوي، لأن حطيتها بساعة ربت حين حطيت منها مرة ثانية. أول ما حطيتها نطرت عليه شوي، ريحته عقب ما فاحت ما تحسون شي فاكهة، لا يعني تحسون مسك مخلوط معاه شيء، عرفتوا؟ فلا يفوتكم هذا من إبراهيم القرشي، نفس الشيء على الرمان بس ييكم أخف، يعني هذا يكون دهن أكثر مركز، هذا ييكم على نفس الشيء رمان بس على ريحته أبرد ورش. يما يا ريحته شنو تينن. على فكرة ترى بالصيف أنا أكثر شيء معتمدته هالفترة مسك إبراهيم القرشي، أي نوع هذا أحبه، أحب الشوغر، أحب الأبيض الخاص اللي من غير شيء، أحب الباودري، أحب الفانيليا بس كله خالص للأسف. هذا ريحته نظافة، هم كلهم ريحتهم نظافة، بس هذا ما أدري شنو يهبل. اليوم مزاجي كله دورات الصبح، صح؟